جزءٌ لأهم الأنباء من i24 News. أهلا بكم. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية لن توافق على استلام أموال المقاصة من إسرائيل منقوصة. وأضاف خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من الأموال الفلسطينية. ويأتي ذلك بعد كشف رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال العائدات الضريبية التي حولتها إسرائيل لها بعد خصم رواتب أسرى منفذي العمليات ضد إسرائيليين. هي طلبنا 100 مليون دولار بالشهر. شهر تمام. قلنا له الدين. دين فرضتهم حسنة. يعني أعطونا نعطيكم ونرجع لكم الفلوس، خاصة إنه إسرائيل عم يعني الفلوس اللي أخذتها من عنا بالأخير بترجعها. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قيام الأمريكيين بإطلاق سراح المسلحين المحتجزين في سوريا سيكون جريمة على حد وصفه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق الدول الأوروبية إلى استعادة عناصر من تنظيم داعش الذين تم أسرهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة. وفي وقت سابق كشف البيت الأبيض أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أسرت نحو 1000 مسلح من تنظيم داعش ينتمون ل40 دولة. قال مسؤول تركي إن أحد المشتبهين في التجسس لمصلحة الإمارات المحتجزين في تركيا انتحر في السجن. وذكرت النيابة العامة في اسطنبول في بيان أنه عثر على المشتبه به مشنوقا أمام باب الحمام في زنزانته الانفرادية في سجن قرب اسطنبول. وكانت السلطات التركية قد أعلنت القبض على المشتبه بهما في التاسع عشر من الشهر الجاري واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب. وتحقق تركيا لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل عدة أشهر. نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر. وجاء ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق في حال تعذر نقل النفط الإيراني عبره. إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي من أن العقوبات الأمريكية على إيران والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط تتسبب في تباطؤ النمو الإقليمي. وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان إن التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظللها درجات عالية من عدم اليقين مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود. وأوضح أن ذلك قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة. سيكون لذلك تأثير على العوامل الاجتماعية، خاصة أن العقوبات أدت إلى زيادة التضخم حيث وصل التضخم إلى المستوى 50%، وبالتالي فإن الاقتصاد الإيراني سيعاني من الركود، وبالتالي فإنه يحتاج إلى عدد معين من التدابير لتخفيف تلك الضغوط. ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال مثل أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام. ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين. كما ذكر التلفزيون أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل مثل هو أيضا أمام المحكمة في إطار تحقيق في مزاعم فساد. وكان هامل قد أقيل من منصبه في يونيو حزيران العام الماضي. اجتمعت الحكومة الفرنسية لدراسة خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لتعامل مع الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى بدء احتجاجات السترات الصفراء في شوارع العاصمة باريس. وكان رئيس الوزراء إدوارد فيليب قد قال إن الرئيس طالب بالإسراع في مناقشة الخطة. وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري. مزيد من الأخبار تابعوها عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر. في أمان الله وحفظه.